يا جاري. ضيفتنا الحلقة اليوم الفنانة المتألقة زينب السميكي. دائما كتشتغلي في المسرح؟ وانا حياتي هي المسرح. انتم عندكم في مراكش كلشي تتصغروا؟ واش كنت تقولها سيري لامي نيفا؟ واش انتم فريمون صافو ديرونج الواحد يهضر معكم في الزنقه؟ شوف شكون يكلمك في الشارع. انا كنبيع الحشيش كاينه، ولكن باش نتعدى على بنات الناس جامي دلاك. كنعقل عندي 14 عام ولا 15 وتلعب بيه مع الدراري في الحومه، تنتعلقوا في الكواتشات، ما كانش هادشي نهائيا ولا كنا كنسمعوا به. مغربي كتكون مريح مع القهوه كتفرج في ماتش، كيسالي الماتش كتخرجوا كيبيعوا داك على الماتش، عرفتي كريستيانو ضرب هذا السمح حدا البرا، رانا كنت معاك.